في إطار مكافحة الجريمة بشتى أشكالها، لا المتعلقة بالإتجار الغير شرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالوادي من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية. العملية جاءت استغلالا لمعلومات مؤكدة حول تخزين وترويج كميات من المؤثرات العقلية، ليتم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف شخصين في العقد الثاني من العمر وحجز 5700 قرص مهلوس. بعد استيفاء كافه الاجراءات القانونيه اللازمه سيتم تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائيه المختصه